المنتوج الطبيعي هو ظالتنا الآن، والوجهة شعبة العامر بولاية بومرداس. شاحنة البن تصل إلى المصنع. التخزين يتم وفق شروط للحفاظ على نوعية المادة. رانا هنا في المخزن تاعنا وين نحطوا السلعة، نحطوها توجور سور لي باليت وبعيدة على الجدار ولا على الحيط باش نيفيتي وليميديتي، ونحطوا هنا بليزيور موديل. كاين بزاف بلدان، كاين كوت ديفوار، كاين كاميرون، كاين فيتنام، كاين اوغندا، كاين بريزيل، كاين ساني في ريبيستا والارابيكا، وشك بلد وقهوته ولي كاليب اللي عنده نديرو بهم ميلونج نوعية. هذا هو الفرن الرئيسي أين تتم عملية تحميص البن. هكذا تكون حبات البن الخالية من السكر بعد التحميص. أنا دوكا أنا في مرحلة الإنتاج. أنا غادي نجيبو قهوة خضراء ونحطوها في سيلو باش تطلع في الماشينة. وهي قهوة عندنا نحطوها في درجة 150 درجة وتطيب في درجة 207 درجة. تهبط للطامي وين تبرد بالهواء البارد اللي يرفعوها مدة 15 دقيقة. نعمروا هذا نحفروها في ليساك نخيطوها ومن بعد تروح لمرحلة واحدة أخرى اللي هي الطحن. بعد تحميص مختلف الأنواع حان الدور على عملية الطحن والتغليف. هذه المرحلة تاع الطحن، احنا شفت المرحلة تاع التحميص. احنا دوكا كي نجيو لهنايا نجيبوا القهوة ما حب نجيبوا الحب نجوزوه على الميلونجور ونشوفوا الحب تاعنا إذا مليح ومحمص مليح. لي كات كاليتي عندنا كرا 3 كرا 2 الهنديه والجيجي. هذا واش عندنا في لاروس تضرب ندوها للاموتور ترحب العقل. حنا نديرو هي حتى ديكاجي واحد ان كار دور 20 مينوت نحوها ونديرو هذا في لومبالاج تاعها. حميد هو مسير هذا المصنع، يحدثنا عن تجربته في إنتاج القهوة الطبيعية. التحماص تاع البن أنا بور موا على حسب منظوري الخاص ماشي عملية صناعية، سو ني با ان بروسيدي اندستريالزي، هذا بوكو بلوس إلي ارتيزانال، سي ان ميتيي، هذه حرفة. ولا حبيتها راح تدخل في لي ديتاي في التفاصيل تاعها، تقدر تمدلها الماكسيموم دو كونيسونس بور برودوير ان برودوي دو ميور كاليتي. سي دي ماشين سبيسيالمون بور برودوير ان برودوي ناتوريل بيرمون ناتوريل. سي ان برودوي ان فيت سيمي اوتوماتيك ليسونسييل فيه التحماص بطريقة يعني طبيعية. السخانة تجي من التحت، سي ان فور ابريك. هو هذا لو فور ابريك البيرمي للبن يتحمص تدريجيا. عدم مزج القهوة بالسكر
دفع هذا المستثمر إلى استهداف زبائن من نوع خاص. تمنينا الرصيب تاعنا تكون كاع الشرائح، هذا هو التمنيات لكل منتج باش ما ينحي حتى شريحة. بصح اليوم رانا في الشريحة تاعنا الرصيب تاعنا سي لو كليون بروفيسيونيل المهني، دونك كيما القهواجي اللي يخدم القهوة هذاك هو الرصيب تاعنا. في الرصيب تاع ليميناج ما رحناش لأن كاين فيه عراقل بزاف من ناحية السعر، من ناحية المنافسة. نقول خلي نقولها لك، ممكن نقول لك المنافسة غير شريفة، يعني واحد يكون صريح من هذه الناحية. أنت تروح تخرج سور المارشي تبيع وفيك المارش وتلقى الناس راهي تبيع وكودروفيان تاعك، الكودروفيان ما نعرفش منين جابوا، تبيع بالسعر كيما سقمت لك أنت. وهذه حاجة اللي أون فيت تعطي لك الآخر اللي دوت بلي كون كوا البرودوي ني با ني با ني با ني با ني با 100% naturel. Il y a des choses qui interviennent peut-être. للقهوة مدمنون وعشاق، فهم يعتبرونها عاملا يساعدهم على النشاط ويبث فيهم القوة والحماس، ومنهم من يعدها رمزا وتقليدا لا يمكن الاستغناء عنه. لهذا يعد الحفاظ على طبيعيتها أمرا لازما للحفاظ على صحة مستهلكيها. مقبلين على مجتمع جزائري كله مريض. في 2040 نقدروا نقولوا ممكن نكونوا كاع مرضى. طلب 250 غرام علبه تاع 250 غرام تاع قهوه، اعطي له 250 غرام تاع قهوه، ما تعطيلوش 245 غرام تاع قهوه و5 غرامات تاع سكر. 209 بيي او موند. سور لي 209 بيي ممكن تلحي 3 بيي او موند اللي استعملوا السكر، بيناتهم الجزائر. قصة القهوة التي سردناها عليكم الليلة لا تندرج ضمن الطرف العلمي أو جماليات العمل الصحفي، بل هي قصة خطر واقع وصحة عمومية مهددة، صحة عمومية كان الأولى على السلطات الاهتمام بها بعيدا عن حسابات رجال المال والأعمال. كان معكم حسن جزيري للشروق تحقق. سلام.